torcida de Spartak Moscou. Fernandes, Coutinho, gol. ماذا هنالك سيد الحكم؟ هل هناك وضعية تسلل أم لا؟ الحكم الرئيسي يقول لا والمساعد يقول لا، ويحتسب الهدف للبرازيلي فيكتور فيتينيو في الدقيقة 45 من عمر الشوط الأول. يلعب مع بول بوجبا، بول بوجبا الكرة البعيدة، بابا بابا جول على طريق الانجلو بلجيكية، الانجلو فرانكو بلجيكية. هنا لعبة من اروع ما يكون من بول بوجبا الفرنسي في العمق في اتجاه روميرو. راح تدخل ماتا، يرجع لراشفورد مرة ثانية، كرة خطيرة، راشفورد جول، فعلها الغزال راشفورد. لوكاكو عندما تسجل اسجل انا ايضا، انت عندك اربعة في دوري الابطال وانا عندي ثلاثة. كرة تقتل الكساندرو، الهدف لليوفي، يوفي سجل الاسبقية لقوي ايطاليا عن طريق لافيسبا، الكساندرو عطية والمتابع ميشيل كوادرادو، هدف لاتيني 100%، التمرير من البرازيليانو واللمسة الأخيرة من الكولومبي، تقدم لصالح اليوفي 1-0. انت خضيرة، تمرير في اليمين عند برناردسكي، برناردسكي يحسبها بالثاني والثاني، الهدف الثاني عن طريق برناردسكي، يضع كرة في الزاوية البعيدة، يسجل رسام اليوفي، يسجل ويدون أجمل وأروع صورة في ملعب المباراة. كرة ثابتة على طول، البارسا هل يسجل؟ يسجل 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 هنا في هذه اللقطة وفي هذه المحاولة الرائعة. باكو الكاسير، باكو الكاسير سجل في مرمى مورسيا في لقائي الكاس. وادي امامنا تمريره وانطلاقه، بص ميسي عمل كوره لدينيس سواريز، ولهذه المره جيريمي ماتيو والنيران الصديقه، الهدف الثاني لماتيو ولكن ليس بالوان البارسا لان ماتيو كوره من كوكي بالراس، جول جول جول، اتلتيكو مدريد يفعل الآن ما يريد، ساول نيغاز برأسية الامتياز، التمرير لأزار، إيدن أزار لسادات، جول جول جول، إيدن أزار نجم الكرة البلجيكية. بازن كرة مرفوعة داخل منطقة الجزاء بالرأس، هدف ثاني، اوبرلين اوبرلين يواجه التقدم، ميلا التمرير، جول جول جول، في ظل الاخبار السعيده وفي ظل الحديث عن خبر سعيد سياتي الخبر السعيد. والابيض دفاع الفريق الاسكتلندي، هذه كرة عالية وراسية، 1-0 1-0، يسجل اندرلخت، اندرلخت يسجل، اندرلخت يسجل راسية رائعة. يبدو ان هناك هدف عكسي، اعتقد ان سيميونوفيتش ربما يكون اسكنها في شباكه. كرة الخميس، التوزيع والكراس، ضربة راس صعبة والهدف الاول للالمان، 1-0 للكينج روبر. ليفاندوفسكي في 8 دقائق لعب في الشوط الاول يستثمر خطا في وسط دفاع البيجي ويسجل الجول الاول في مباراه القمه، 1-0 للالمان، 1-0 البولندي الغدار في هدف الاوروبا. وست باري يمشي يسيطر وياكل الجو ولكن العكس صحيح، والثاني والهدف الثاني، الهدف الثاني، نعم عكس التوقعات، تشكيله مباغته بدت الجميع وتشكيله اقل من باري بدت العيان، ولكن الفريق الالماني عنده الروح، عنده الخبره، عنده الافضليه، عنده سحر الميدان، كيف لا وهو فاز في هدف مبكر يقلب الادوار، والكره من كافاني، كافاني حلوه وكره وهدف اول، 1-0 مبابي، هدف اول يغير الادوار، هدف اول يغير الادوار، هدف اول يقلب الجدار ويكسر جدار الصمت امري، ويقول عايدون الدين على الصعود بهذا الطلوع، يطلع الكوره يضرب كوره حتى الثالث جول، رائع 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 رائع، توليسو توليسو يثبت نفسه كبير المباراه،
الأخطاء، نفس الرقصة الاسمرانية.